تقرير يمكن بيرصد ملامح فرحتنا بالعيد بشكل عام، لكن إن شاء الله الأجواء دي ترجع تاني والتجمعات دي ترجع تاني بعد ما إن شاء الله يعني تمشي كورونا. بس لازم يكون في إجراءات احترازية، لازم نكون كلنا مخليين بالنا. الأهل كمان يمكن بيخلي العيد ليه طابع مختلف، يعني إحنا مثلا الحمد لله مش بنزعل، مش يعني لا بنزعل ولا بنزعل جمهور الأهلي. عمر النادي الأهلي ما زعل جمهوره في الأعياد طبعا، وإحنا دايما الحقيقة دم حضرتك عارف يعني يا كابتن انه الاهلي هو فعلا مصدر السعاده على جماهيره. يمكن في الاعياد اللي يمكن كنا بنتكلم امبارح انه في مباريات كتيره جدا للاهلي بتتلعب في العيد، وبتبقى الفرحه فرحتين انك تشوف اللعيبه بتنزل وبتلعب وانت متاكد ان باذن الله ان هم هيكسبوا. ده بيمثل فرحه خاصه من نوع خاص. طبعا طبعا احنا كجماهير النادي الاهلي وانا كنت واحد منهم، احنا دايما الاعياد بالنسبه لنا مع ماتشات النادي الاهلي بنقول العيد فرحتين. أيوة. وكان عندنا ثقه كبيره جدا جدا ان النادي الاهلي هو بيمثل السعاده في كل الاوقات في الاعياد، وخاصه في الاعياد. على سبيل المثال البطوله الافريقيه في 2012 سان داونز وفوز النادي الاهلي بيها برضو كان في عيد الفطر. فالاهلي دايما بيلعب على الفوز. صحيح. وده طبعا شعار النادي الاهلي، ودايما فرحه الجماهير بتيجي من خلال النادي الاهلي. تعالوا نشوف التقرير اللي معانا ده وقد ايه النادي الاهلي هو سبب سعاده الجماهير.